أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة
مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا فبنا وَيْكَأَنَّهُ لا يفلح الكافرون
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين
المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم.